رئيس تطوير رئيس مركز تطوير المناهج والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم دكتورة نوال. في بداية عرض التابلت وخاصة في مرحلة الثانوية العامة، كلنا عاصرنا الفترة دي تقريبا من 3 سنوات تقريبا، كان هناك بعض الشكاوى، شكوى من كل بلاش كل من بعض أولياء الأمور، من بعض الأمور الخاصة بالتابلت وخاصة في مرحلة الثانوية العامة. هل هذه الشكوى ما زالت؟ طبعا احنا عندنا يعني الألف ميل بتبدأ بخطوة دايما، والبداية واحنا كبشر والإنسان دائما وأبدا بيبقى ضد ما يجهل. هل هذه الشكوى ما زالت مستمرة أم تغيرت بعد أن خدنا التجربة بالكامل؟ وهل التجربة دي كانت ناتجة عن جهلنا احنا كأولياء أمور أم دي طبيعة التغيير؟ لابد، واحنا كانوا بيقولوا على المصريين ضد التغيير. وبعد كده في كل ما يخص أمور التغيير، هل كل المشاكل تم حلها ولا ما زالت مستمرة؟ تفضل. طيب، اولا هو اصلح لك بس، هو اسمه مركز تطوير المناهج والمواد التعليميه، تمام؟ مركز تطوير المناهج والمواد التعليميه. كنا بنشرف رئيس المركز، انا بفخر الحقيقه ان انا مديرته على مدة اكثر من 4 سنين. هقول تاني، رئيس مركز تطوير المناهج والمواد التعليميه. طيب، هو انت ساعه ما جبت بقى سيره التابلت انا طلعت قدام. اوكي. ده عشان انا هقول كلام بقى. اوكي. طيب، هو في خطا شائع اسمه ثانويه التابلت. الحقيقة ما هي ثانوية التابلت ولا أي حاجة، القصة إيه بالظبط؟ القصة إن إحنا لما جينا ومسكنا ورقة بيضة زي دايما معالي الدكتور طارق شوقي ما بيقول، وقلنا هنعمل إيه في ولادنا في التعليم علشان نعيد بناء الشخصية، كان القرار إن إحنا هنبتدي من الولاد الصغيرين من رياض الأطفال علشان نبتدي نبني شخصيات ذات مهارات مطلوبة ومرغوبة وقيم مرغوبة ويستطيعون التعامل مع متغيرات ومشكلات وتحديات العالم اللي هم عايشين فيه النهاردة واللي هيخرجوا له بعد ما يتخرجوا. طيب، كان في نظرة تانية لأولادنا الكبار اللي هم دخلوا أولى ثانوي اللي هم هيغادرونا بعد 3 سنين، بمعنى إن المنظومة دي مش هتوصل لهم، فكان لازم نعمل لأولادنا دول حاجة تعيد مش بناء شخصيتهم لكن تعيد أذهانهم تاني إلى التفكير، تنمية مهارات التفكير عندهم. زي ما قلت من شوية، إحنا أزمتنا إن مناهجنا أو تعليمنا في الفترة اللي فاتت تم اختزاله في الحصول على مجموع كبير عشان أدخل كلية من كليات القمة. أيا كان اللي هيحصل، همشي في الكلية مش همشي، أنا في المهنة دي مناسبة ليا ولا مش مناسبة، لكن أنا في كل الأحوال لازم ألبي توقعات، وتوقعات دي مش دايما بتبقى توقعات الطفل لنفسه أو المتعلم لنفسه، المجتمع. المجتمع قال له الدكتور هو اللي كويس، المهندس ده اللي هايل، لكن المدرس ده معلش سامحني، يعني أنا أجوز بنتي الدكتور لكن المدرس عيد تفكير. لازم كنا نغير النظرة دي، ولازم نخلي ولادنا يغيروا النظرة دي، يبقى التعليم اكتساب مهارات، التعليم تغير في التفكير. فعشان نعمل كده غيرنا نظام الامتحانات، وتغيير نظام الامتحانات ده واحدة من الطرق العلمية المنهجية لتطوير التعليم اسمه التطوير الذي يقود التقييم، تمام؟ فبقينا بدل ما بنجيب للولاد أسئلة كل اللي هو مطلوب منهم انهم يحفظوا اللي في الكتاب ويجاوبوا الاسئله دي، ده وصلت لان احنا بقينا نحفظهم بالاسئله والاجابه، وكلنا عارفين كده ان المدرسين بياخدوا الولاد يدوهم اسئله اسمها المتوقعه، احفظ يا ابني 100 سؤال دول واحفظ اجابتهم، ويدخل فعلا يلاقيهم في الامتحان. ايه المشكله؟ يلاقي 70% منهم، فترسخ القصه عنده. فاحنا كنا عايزين نغير ده، فغيرنا نظم الامتحانات من الأسئلة التي تقيس التذكر الحفظ والتذكر إلى الأسئلة التي تقيس مستويات تفكير عليا. وابتدينا ساعة
سلم التفكير، وكلنا بنسمع عن سلم بلوم اللي هو التذكر وبعدين فهم وبعدين تطبيق وبعدين تحليل وبعدين ترتيب. ابتدينا ناخد الفهم والتحليل والترتيب، وجبنا ناس دربناهم كويس جدا لعمل بلوك اسئله. طبعا الناس دول كانوا معلمين ذوي خبرات كبيره ومعاهم اساتذه في علم التقييم، لان التقييم ده علم. وعملنا بلوك الاسئله اللي هي فيها اسئله لتقيس قدره المتعلم على الفهم، على التحليل، على الترتيب. طيب فجبنا التابلت علشان نمتحن الولاد عليه، فما بقاش التابلت هو التطوير، لكن التطوير الاساسي هو تغيير نظام الامتحانات. وكان التابلت وسيله لحل كتير من المشكلات اللي كلنا عارفينها، الغش في الامتحانات، عارفين طبعا كلنا الثانويه العامه كانت بتحتاج تحميم بس الاسئله وهي منقوله من المطبعه للمدرسه وتتسرب الاسئله وتنزل قبل الامتحان وتتباع. التابلت كان وسيله للولاد يمتحنوا بيه، ما كانش هو التطوير. طب وبعدين؟ لما بقى عندنا تابلت حبينا نستغله الاستغلال الامثل. ما انا ممكن طالما الطفل متعلم معاه جهاز، الجهاز ده ممكن بقى انزل له عليه التعلم الرقمي، المواد التعليميه الرقميه. فبدات مصر الحقيقه تستثمر في هذا الجانب، وجابت شركات، الشركات دي لها اسم كبير في العالم في عمل مواد تعليميه رقميه. حولت المناهج الى مواد تعليميه رقميه، وده فادنا في حاجه، ان احنا المعالجه اللي موجوده في المناهج الرقميه تساعد المتعلم على الفهم مش بتساعده على الحفظ. وبالتالي المواد التعليميه الرقميه دي بتسعى معانا او بتحقق معانا نفس الهدف، وهو تنميه قدره المتعلم على التفكير. جبنا المواد، حطينا البيولوجي وحطينا الكيمياء وحطينا الفيزياء وحطينا اللغات. فبقى التلميذ عنده في التابلت كتاب المدرسه بي دي اف، وعنده مواد اسمها مواد تعليميه اضافيه. يفتح بقى يلاقي بريتانيكا وهي شركه عالميه، يلاقي يوريكا، يلاقي نهضه مصر كانت معانا في اللغه العربيه، يلاقي شركات كبيره جدا المحتوى، اما انه فيديو او محتويات كلها تفاعليه، بتقدم له نصوص مكتوبه تفاعليه وفيديوهات واسئله تساعده على فهم النصوص او فهم هي برضه الاسئله اللي محطوطه في طريق تنميه قدرته على التفكير. بالتاكيد طبعا علشان ده حاجه جديده بتتعمل في مصر مش بس لاول مره، ولكن على نطاق احنا لم نشأ، وزاره التربيه والتعليم لم تشأ ابدا في اي مرحله من مراحل التطوير ان تعمل ده تجريبي. وكان ممكن نروح على القاهره والجيزه وكنا هنتمكن، او الوزاره كانت هتتمكن من ده من اول يوم، لكن هي حبت ان المجموع الكبير من ولادنا يستفيدوا. وبالتالي ظهرت شويه مشكلات، منها مشكلات تكنولوجيه، وطبعا الشبكه والشبكه تتحمل وتدعيم الشبكه، كل المشكلات دي. واحنا قلنا للولاد في الاول، الوزاره اعلنت ان الامتحانات الاولى دي امتحانات تجريبيه، يعني ما عليهاش درجه، اقعد في البيت جرب نفسك تعرف تحل ده. واحنا كوزاره بنجرب نفسنا في الاجراءات وقدره الشبكه على التحول والتصحيح الالكتروني وما الى ذلك. مع الوقت قدرنا نحل هذه المشكلات، وده كان واضح جدا في ان نسبه كانت اكبر من 98% من ولادنا كانوا بيقدروا يدخلوا الامتحانات. وطبعا نسب النجاح كان لا باس بها في ضوء ان احنا لاول مره بدل ما نقول للمتعلم ما هي عوامل البناء الضوئي، نديله مشكله نرجع عن خلل في البناء الضوئي ونطلب منه يحدد المشكله ويحل المشكله. هو ده الفرق اطلاقا ما كانش التابلت ولا هي ثانويه التابلت. التابلت كان وسيله علشان اعمل امتحانات لتنمي مهارات التفكير، وكمان اديله مواد تعليميه رقميه. وتعالوا نشوف ماذا حدث عندما جاءت الكورونا وقعدنا كلنا في البيت. كان التابلت ده بالنسبه لولادنا في الثانويه كان هو الحل المثالي. كان عندنا في الفتره دي كمان مواد تعليميه رقميه
لاولادنا الصغيرين، لكن اهتمامنا كان فوق. بسرعه دخلنا على بنك المعرفه ونظمنا الشغل بتاع الولاد الصغيرين وطلعناه، وابتدوا الولاد يستفيدوا منه. الحقيقه انا شايفه ان المشكلات اللي كانت موجوده كانت مشكلات تقنيه، مشكله من التطبيق العام دون تخصيص حد، والوزاره بدعم من الدوله كلها وكل اجهزه الدوله قدرت تتخطى هذه المشكلات. ولادنا داخلين سنه ثالثه النهارده بيمتحنوا امتحانات مهارات تفكير عليا، وانا اعتقد ان هذا الجيل اللي هيطلع الجامعه حصل فيه تغيير كبير في قدرته على التفكير، لان هو من سنه اولى اكتشف ان الحفظ مش هيفيده فلازم يفهم. فده تغيير لا باس به الحقيقه، لحد ما نصل لاولادنا دول بعد وقت من الزمن ونغير لهم في مناهج التعليم. شكرا دكتورة نوال. وعايزه اقول لحضرتك ان فعلا كان قرار الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم كان قرار صائب في توقيت صائب جدا، يعني لو اللي عندنا تعليم الكتروني قبل كورونا كان زماننا زي دول كتير مش عارفين نعمل ايه دلوقتي. فكل تحيه للدكتور طارق شوقي وكل المساعدين في وزاره التربيه والتعليم، وطبعا وزارة عشان دكتور طايع وزارة التعليم العالي بالتأكيد.